الحقيقه يعني الصوره خير دليل هتفضل صوره الملايين من المصريين اللي نزلوا بالاعلام وكلهم ايمان بانتصارهم وكلهم ثقه في قوتهم المسلحه في يعني انحيازها لاراده الشعب وانقاذهم من هذا النفق المظلم حتفضل دي الصوره اللي احنا فاكرينها وهيفضل دايما على مر التاريخ القوات المسلحة هي الحصن الامين لهذا البلد والحقيقة انه تحية لكل اسرة يعني تحية احترام وتقدير لكل اسرة فقدت غالي وشهيد لحماية امن واستقرار الوطن ده تحية لارواحهم وتحية لاسرهم الحقيقة انه مع كل الانجازات اللي بتحصل في الدولة لازم نرجع نفتكر شهدائنا ونحييهم لانه لولاهم ما كناش هنبقى هنا النهارده الحديث عن الجمهوريه الجديده مستمر والحان مرحله البناء ما بعد 30 يونيو كانت مرحله مهمه والدوله كان عندها يعني محاور عده تشتغل عليها ويمكن احد اهم المحاور اللي استحوذت على اهتمام الدوله كان الاهتمام بابنائنا من ذوي الهمم الدوله المصريه الحقيقه قدرت انها تحقق بعد 30 ستة انتصارات كثيره لصالح القادرون باختلاف وشفناهم الحقيقه حاجه تفرح كده القلب في كل احتفالات قدرون باختلاف وكل المبادرات الرياسيه اللي اتعملت علشانهم والمبادرات الحكوميه لتسهيل الحياه ودعمهم وعلشان يقدروا انهم ياخدوا حقوقهم في البلد لانه يعني حاله من العنايه الكبيره اللي حصلت لاصحاب الهمم ولانه يعني مصر بتعتبر من يعني اهم الدول اللي بيشاد فيها في مساله العمل الجماعي يعني بنشوف كل مؤسسات المجتمع المدني واهتمامهم برعايه وتاهيل الاشخاص اصحاب الهمم وده زي ما دايما بنقول حقهم علينا لكن الحقيقه انه ده امر برضو يعني قوي جدا وشغل محمود من قبل هذه يعني مؤسسات المجتمع المدني وعندنا الحقيقه نماذج رائده في هذا المجال وانا هنا على وجه التحديد بتكلم عن الاهتمام بذوي الهمم واعتقد انه اللي حصل في مصر وهذه التجربه تدرس في دول كثيره الاهتمام والايمان التام من قبل الدوله المصريه بانه اصحاب الهمم لديهم قدرات وامكانات لو توفرت ليهم خدمات تدريبيه وتاهيليه ملائمه ويعني كانت عندهم فرص متكافئه زي ما بيسموها يقدروا انهم يشاركوا بفاعليه آه زي اي فرد عادي في المجتمع انه مساله الايمان بيهم دي مساله مهمه جدا وانهم يشوفوا انه احنا مهتمين انه يكون ليهم مكانهم الطبيعي في كل حته في الدوله دي قضيه مجتمعيه هامه وانه الناس آه تهتم بده وما يبقاش عندنا اي آه فعل آه عنصري تجهم بدايه من المدارس لحد الشغل دي قضيه مجتمعيه هامه جدا لازم ناخد بالنا منها ولازم يعني مواجهتها سواء بجهود مجتمعيه او كمان جهود الحكومه كل القطاعات المفروض انها يعني تشتغل على هذا الملف لانه ملف اصحاب ذوي الهمم ملف هام جدا واللي شفناه حصل على مدار السنين اللي فاتت فيه كان تطور كبير جدا